افتتح مهرجان جرش للثقافة والفنون دوريته لهذا العام في برنامجه الثقافي بجلسة حوارية خاصة للحديث عن الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وقيمت هاي الجلسة في المركز الثقافي الملكي، وكان فيها مشاركة من الفنان اللبناني مرسال خليفة والأستاذ جواد بولس، وإحنا اليوم موجودين حتى ننقل لكم أجواء هاي الفعالية. نعطي مساحات للشباب العربي والمفكر العربي والمثقف العربي بكافة تجليات الثقافة. يعني المشاركة في حدث يحضر قضية فلسطين من خلال محمود درويش وما رمز ويرمز إليه شعره ومسيرته، وحدث هام ويندرج في إطار النضال الفلسطيني وفي إطار النضال الحر وفي نضال مسيرة الأمل وفي نضال من يفتش عن الغد ولا يعيش فقط في الحاضر الأليم والوجع. إن كل قصيدة، كل نوتة موسيقية تضيء الآن هي شمس كبيرة، شمس تعيد إلينا الحب والكرامة والحرية، شمس تعيدنا إلى الحياة تنقذنا، وهي انتصار على الموت. هذا هو ما جعلني آتي إليكم ولأقول أن هناك أمل بعد في هذا الزمن الإجرامي السافل، ودعما لأهلنا في غزة، في الضفة، في فلسطين وفي الجنوب. ولهذا أنا صوت حكون بكرة وهن حيغنوا، نحن بس حنعطيهم الإشارة بالموسيقى بالنوتة وهن حيعملوا الحفلة. شكرا لكم وناطرينكم. محمود درويش بوجوده كشاعر هو يمثل هذا الوجود اليوم، يعني هو يمثل استمرارية الفن واستمرارية الحياة في مواجهة القوة. فمقاطعة أو الحداد فنياً وثقافياً لا يخدم لا القضية الفلسطينية ولا قضية الإنسان عموماً، بالعكس مواجهة العنف، مواجهة الاحتلال، مواجهة البربرية يجب أن تكون بأدوات إنسانية لا بربرية. رغبت أن أتحدث عن هذه اللحظة المؤلمة التي نعيشها، وأحاول أن أرى محمود درويش في هذه اللحظة وشعر محمود درويش الذي استطاع أن يعبر بعمق شديد عن النكبة الفلسطينية، عن التراجيديا الفلسطينية، عن حالة الفلسطينيين المستمرة في بحثهم عن الحرية. وأيضا أن محمود درويش كتب منذ سنوات طويلة عن غزة بوصفها واحدة من العناصر المؤسسة لهذه المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، هذه المقتلة، المذبحة التي تذكرنا بمذابح أخرى كتب عنها محمود درويش وجسدها وخلدها في شعره وجعلها علامات من هذه التراجيديا الفلسطينية المتواصلة منذ بدايات القرن العشرين. طبعاً درويش علم من أعلام الشعر، ليس فقط في فلسطين والوطن العربي، بالعالم كله. أنا من يعني محبي شعر درويش قبل ما أتعرف عليه شخصياً، أحببت الشعر ثم أحببت الشاعر حين التقيت به، حاورته مرتين ببرنامج خليك بالبيت ونشأت بيننا صداقة، وللأسف يعني شاركت بوداعه هنا في عمان لما توفى، يعني ونقل جثمانه من عمان الى رام الله. محمود درويش قيمة يعني إنسانية وشعرية.